آدم هو بيحاول يغفلها وياخد منها المسدس، رصاصة طلعت وستيلا شدت القناعة من على وشه، وهنا كانت الصدمة بإن توم ده كان حبيبها زمان وسابوا بعض. مين الاتنين دول وإيه اللي وصلهم لحد هنا؟ ده اللي هنعرفه في حكاية النهاردة. بدأت الحكاية مع توم وآدم وهما بيسرقوا عربية وبيغيروا النمر بتاعتها، وبعدها بيروحوا الشقة وبيجهزوها لمصيبة ناويين يعملوها، وبيروحوا المكان في غابة وبيعلموا شجرة معينة ويحفروا تحت منها حفرة، وبيفضلوا واقفين في الشارع لحد ما يشوفوا ضحيتهم، فبيلبسوا أقنعة وياخدوها في العربية ويهربوا، وتوم بياخد التليفون بتاعها ويرمي منه الخط ويقفله عشان البوليس ما يحددش مكانهم. الاتنين بياخدوا ستيلا للشقه اللي كانوا مجهزينها وبيربطوها في السرير بالكلبشات والحبال وبيصوروها عشان يساوموا اهلها على الفديه، ويطلبوا منها تقول لهم على رقم تليفون ابوها والايميل بتاعه، وراحوا مكممين بقها وقافلين عليها الاوضه. ادم اخد الصور على فلاش عشان يبعتها لابوها، وقال لي توم يقفل وراها وكل 10 دقايق يخش يطمن عليها. توم دخل عشان يطمن عليها لكنه خرج بسرعه وكان واضح عليه التوتر والخوف كانه مداري حاجه. ادم جه من بره وقال له ابوها ما ردش على الايميل، وبدا يركبوا التليفونات اللي هيساوموا بيها اهل ستيلا. ادم قال احنا لازم نشربها عشان ما يحصلهاش حاجه، ولما دخلوا جوه قال لها انا هشيل الكمامه عشان اشربك، ومن الاحسن انك ما تعمليش اي دوشه والا هخدرك. واول ما شال الكمامه ستيلا صرخت، فادم قال لها مفيش حد هيسمعك او هيساعدك غيرنا، وقال لها على الاشاره اللي تعملها لو احتاجت للحمام، فاستغلت الامر وقالت له انها عايزه تروح للحمام، وكانت فاكره انهم هيودوها للحمام، لكن الوضع كان غير كده خالص، ويظل توتر وقلق توم مش مفهومين وغامضين، ولما ما كانش بياكل ادم قال له انت عملت مجهود كبير ولازم تاكل، فتوم قال له انا مش جعان، قال له لو انت مش جعان يبقى في حاجه شاغله دماغك وانا لازم اعرفها، واجبره على الاكل غصب عنه، وقال له لو عملت اي غلطه من التفكير الزايد ده هترجعنا تاني للسجن ومش هنخرج منه تاني، وعشان نتجنب ده انت لازم تركز عشان اللي جوه دي ما تعرفش احنا مين. وبعد ما ادم مشي توم فتح اللاب وجاب صور ستيلا وكان بيبص عليها بطريقه غامضه كانه يعرفها او في حاجه بينهم، فقرر انه يدخل يطمن عليها وكان هيلمسها، ولكنه تراجع في اخر لحظه وكان طالع من الاوضه، الا ان ستيلا شاورت له بانها محتاجه للحمام، ولما فكها عشان تعمل الحمام وهو واقف فوق دماغها بالمسدس قالت له انها مش قادره تعمل حاجه ومحتاجه للخصوصيه، واول ما لف وشه الناحيه الثانيه ضربته بالجردل على دماغه، فالمسدس وقع منه واخدته، وقالت له هات مفتاح الكلبش والا هخلص عليك، وهو بيحاول يغفلها وياخد منها المسدس، رصاصه طلعت وستيلا شدت القناع من على وشه، وهنا كانت الصدمه بان توم ده كان حبيبها زمان وسابوا بعض، ولما قالت له انت عملت فيا كده ليه؟ قال لها لانك دمرت حياتي وسبتيني، وقدر توم يغفلها وياخد منها المسدس، ويرجع يربطها في السرير تاني، وقال لها ده غلطتك لانك سبتيني لوحدي، وقال لها ان ادم لو عرف انهم يعرفوا بعض من قبل كده هيخلص عليهم هما الاتنين بدون اي تردد. ادم جه من بره وقال لتوم ان ابوها رافض انه يدفع الفديه. تاني يوم ادم قال لتوم هات الكاميرا وتعالى ورايا، وراح داخل على ستيلا وقال لها ابوك الغني رافض انه يدفع الفديه، ويمكن لما ابعت له فيديو وانا بقطع صوابعك هيعيد التفكير في قراره، وبالفعل ادم كان ناوي انه يقطع صوابعها، الا ان ستيلا وهي بتترجى ابوها انه يدفع لهم الفلوس قالت اللي زلزل حسابات توم وطلعت حامل منه، فتوم دخل بسرعه ومنع ادم من انه يقطع صوابع ايديها، الا ان ادم اتضايق من الحركه دي وقال له انا بس اللي قرر امتى نوقف وامتى لا. توم من فرط التفكير والقلق نسى يلبس القناع وهم داخلين عليها، وادم هو اللي فكروا بيه وكانوا داخلين عشان ياكلوها، فستيلا طلبت ان توم هو اللي ياكلها لكن ادم رفض. توم وهو بيبص اتصدم بان في فارغ رصاصه على الارض وكان خايف ان ادم يشوفه، ولما حاول يروح بالراحه عشان يخبيه ادم قال له ارجع مكانك، وجت بفضل الصدف بان المعلقه وقعت فوق الفارغ، فعمل نفسه بيجيب المعلقه وخبى الفارغ في ايده، ولما خرجوا من الاوضه ادم قال لتوم انه حاسس ان في حاجه غريبه، فتوم قال له انه متوتر بس وسابه وراح للحمام، واول ما دخل للحمام رمى الفارغ في قاعده الحمام لكنه اكتشف بان الفارغ لسه زي ما هو وما اتحركش من مكانه، ولما شد السفون اكتر من مره ادم قلق وشك فيه وفضل يقول له يفتح الباب اكتر من مره، وقبل ما يكسر الباب ويخش كان توم بلع الرصاصه في بطنه، ولكن ادم فضل شاكك فيه وقال له انت ليه طولت كده وليه ما فيش ريحه انك كنت بتعمل حاجه في الحمام، وبعدها قال لتوم انا هروح ابعت الفيديو لابوها واتفق معاه على التفاصيل، ولما نرجع هناخدها ونطلع من هنا على طول، وقبل ما يمشي قال لتوم ما تقلقش من اي حاجه هناخد الفلوس وكل حاجه هتمشي زي ما احنا عايزين. توم فتح اللابتوب وقعد يحسب الشهور اللي كان مسجونهم عشان يتاكد هل ستيلا حامل منه في 4 شهور فعلا ولا لا، وقال لها انت كدابه ومش حامل ولا حاجه، قالت له تعالى بنفسك والمس بطني وانت هتعرف اني حامل، ولكن توم حتى بعد ما لمس بطنها ما حسش بحاجه، فقال لها انت كدابه ولو كنت حامل فعلا ما قلتيش ليه، فقالت له انك كنت في السجن وانا ما اعرفش عنك حاجه، ولما سالته هل ادم يعرف علاقتهم ببعض ولا لا قال لها لا، احنا خرجنا من السجن وهو بيخطط انه يحتجز حد ويطلب من اهله فديه، فانا رشحتك ليه وقلت له ابوك يبقى مين فاختارك، ولما قالت له انت ازاي تعمل فيا كده قال لها انا كنت مرمي كل يوم في السجن وانت عمرك ما فكرت تزوريني ولا تطمني عليا، قالت له انك ما تصلحش لا تكون حبيب ولا اب، وده اللي خلاني ما اقولكش اني حامل لاني مش شايفاك كفء تكون اب، ومع اول مشكله هتهرب، ولما كدب انها حامل قالت له بص في الموبايل بتاعي وهتلاقي اني بروح لمواعيد عند دكتور، ولكنه قبل ما يفتح الموبايل شغل دماغه
وقال لها انا لو فتحت الموبايل هيحددوا مكاننا يا ناصحه. ولكن ستيلا في الوقت ده كانت تعبت فجري عليها وفك ايديها، وبطريقه دحلبيه قليله الادب ستيلا كلبشته وهو في السرير. ولما حاولت تخرج لقت الباب مقفول بالمفتاح، فاخدت واحد من الموبايلات واتصلت بالشرطه، لكنها ما كانتش عارفه هي فين عشان تبلغهم عن المكان. وفي الوقت ده كان توم بيحاول يوصل للمفتاح عشان يفك نفسه، ولما دخلت ستيلا بتتسحب عشان تاخد المفتاح وتهرب، توم قدر يفك ايده ويضربها يعمل لها اغماء، وراح شايلها ورابطها تاني في السرير. ادم لما رجع من بره ساله لو كل حاجه تمام، فتوم قال له انها تعبت شويه وهو تولى الموضوع. ادم بعدها قال له انا اتفقت مع ابوها على كل حاجه ولازم ننقلها النهارده من الشقه، وقال لي توم كلها 24 ساعه وهيكون معانا 4 مليون، انا هسافر من البلد خالص لمكان ليا فيه حبايب، لو انت عايز تيجي معايا انا ممكن اظبط لك الموضوع. توم لقى في العربيه سجل حامل باسم ستيلا، طلعت حامل في ابنه فعلا وما كانتش بتكذب. ادم وهو بيعدلها لقى تليفون في جيبها، فاتصدم وقال لها انت جبت التليفون ده منين؟ ولما فتحه ولقى اتصال صادر للشرطه اتجنن، فسالها لو كان توم هو اللي اداها التليفون، ولما فضلت تقول معرفش ضربها، فقالت على اسم توم، ولما سالها تعرفي اسمه منين؟ قالت له هو قال لي عليه عشان اهدى، ولان المصايب لا تاتي فرادى، ادم اكتشف الطلقه اللي ضربت في الحيطه، وقال لها ايه اللي كان بيحصل هنا ومين اللي ضرب الرصاصه دي؟ فقالت له انا طلبت الحمام وخبطته بالجردل وخدت منه المسدس، وانا اللي ضربت الرصاصه دي بالغلط، وقالت له ان توم هو حبيبها السابق او الاكس بتاعها، فسالها لو كان توم قال لها على اي معلومات عنه، ولما توم رجع للشقه، ادم تفقد المسدس بتاعه كتهديد ليه، وقال لتوم انت ليه اخترت الست دي بالذات؟ فتوم قال له انا اقترحتها لانها وحيده الاب غني جدا وانت اخترتها، وتوم قال له انت بتسال ليه؟ فادم قال له في حاجه مش مفهومه وهي اتصرفت معايا بغرابه، ولما توم قال له قالت لك ايه؟ ادم قال له انا ما قلتش انها قالت حاجه، وقال لتوم تعالى قريب مني هنا وبص في عيني وقول لي انك مش مخبي عني حاجه، وتوم بالفعل قرب منه وقال له انا مش مخبي عنك حاجه، فادم حضنه وقال له بعدها هات المخدر ويلا بينا، ودخلوا خدروا ستيلا لحد ما غابت عن الوعي، وراحوا واخدينها للعربيه ومودينها للمكان الجديد، وبعد ما ربطوها ادم قال لتوم هات نسخه المفاتيح اللي معاك، ولما توم استغربوا ادم قال له انت كده كده خلاص مش محتاجها، بعدها قال له يلا بينا عشان نجيب فلوس الفديه، ولما توم قال له خليني انا هنا معاها، ادم قال له انا محتاجك معايا عشان لو حصلت حاجه كده ولا كده، فقال له افرض احنا مشينا من هنا وهي حياتها انتهت هنا، ادم قال له احنا كده كده بعد ما ناخد الفلوس هنخلص عليها لانها خلاص عرفت اصواتنا وده خطر علينا. واول ما ركبوا العربيه توم زق تليفون ستيلا لورا برجله عشان ادم ما يقطعش عليه ويعرف اي حاجه، ولما وصلوا للغابه اللي المفروض ياخدوا منها الفلوس ادم قال لتوم يروح يتاكد ان ابوها ساب الفلوس في مكانها، ولما توم ما لقاش الفلوس وقال لادم ان ابوها ضحك عليهم، فادم قال له ما ضحكش علينا انا اللي بعت لهم مكان تاني يحطوا فيه الفلوس، وراح مخرج المسدس على توم وقال له انت قلت لها ايه عني؟ فقال له هي ما تعرفش غير اسمك الاولاني واننا اتعرفنا على بعض في السجن، كل حاجه خلاص نجحت، وبعد ما نقسم الفلوس اوعدك مش هتشوف وشي تاني، فادم قال له انت بوظت كل حاجه بكذبك عليا وانا لازم اخلص عليك. توم قال له فاكر اول مره اتقابلنا فيها في السجن وانت كنت بتحميني؟ وراح زقه على الارض وجاري في الغابه، ولكن بعد مطارده قصيره ادم ضربه بطلقه، وقبل ما يوصل له ويخلص عليه كان توم استخبى، فرجع ادم للعربيه ورمى تليفون ستيلا في النهر، وراح بعدها اخذ ال 4 مليون الفديه، وراح عشان يحقن ستيلا بحقنه سم عشان يخلص عليها وينفي تماما اي فرصه للشرطه في التعرف على هويته، وقال لستيلا ما تخافيش الالم بسيط في البدايه وبعدها مش هتحس باي حاجه، ولكن قبل ما يحقنها جه توم من ورا وضربه بماسوره، وراح واقف ادم بالمسدس وقال لتوم انت المسؤول عن نهايه حياتها هي واللي في بطنها، ولما توم خاف عليها وعلى ابنه وحاول يمنع ادم الاخير ضربه برصاصه تانية ووقعه على ارض بيلفظ انفاسه الاخيره، وقال له انا كنت وثقت فيك وقلت اننا هنكون فريق كويس لكنك بوظت كل حاجه بكذبك وغبائك، ولما كان رايح عشان يخلص عليه ستيلا ضربته في رجله فالمسدس وقع منه، اخده توم وضربه برصاصه في دماغه وخلص عليه. ستيلا حاولت تفوق توم اللي بدا يفقد الوعي من الرصاصتين اللي اخدهم، وفضلت تنبهه انها محتاجه للمفاتيح لحد ما بدا يزحف بصعوبه، واخد المفاتيح من ادم وحطها قريب من رجليها. ستيلا بعد ما سحبت المفاتيح وقدرت تفك نفسها جريت على توم اللي كان خلاص بيتنفس اخر انفاسه، وكانها فهمت من كلام عينه انه بيقول لها تخلي بالها كويس من ابنه، وبعد ما انتهت حياه توم وادم خرجت ستيلا وهي مش عارفه هي فين، وفضلت ماشيه لحد ما لقت عربيه ادم وجواها ال 4 مليون، وحست بشعور بالحزن والفرحه في نفس الوقت لانها خسرت حبيبها ولكنها كسبت 4 مليون هيامنوا مستقبل ابنها، وهي دي كانت نهايه الفيلم ونهايه ملخصنا النهارده. الفيلم دارت حبكته في مسارين، مسار من ناحيه توم ومسار من ناحيه ادم. مسار توم كان الحبيب الغاضب اللي عايز ينتقم من حبيبته واهلها، ولكنه بيتصدم بانها حامل في ابنه، وبالتالي هو كده بينتقم من نفسه لو هي حصل لها حاجه، ومن اللحظه اللي اتاكد فيها انها فعلا حامل منه اتغير مسار تفكيره وقدر يحميها ويحمي ابنه للنهايه. والمسار الثاني كان مسار ادم، الشخص السيكوبات المتظلم المتعطش للسيطره اللي عايز فلوس الفديه ومش هيسمح لاي خطر يهدد استمتاعه بيها او يخلي فيه امكانيه لدخوله السجن تاني. المسارين تضربوا مع بعض في النهايه عشان يضحي توم بنفسه في مقابل انه يضمن حياه حبيبته وابنه. الفيلم ده من الافلام اللي تقول عليها اداك فكره على قد ميزانيته، بثلاث ممثلين
ممثلين وغابة وشقة وعربية عمل لك فيلم ماشي حاله ومش وحش. لو عندك أفلام مشابهة ياريت تكتبوها لنا في التعليقات.